أحسن أملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البحر هل ترى من فتور، ثم ارجع البحر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وغاسئا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، كلما ألقي فيها فوج سألهم جنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا النذير، فكذبنا وقلنا من تجلنا، من نزل الله من شيء أنتم في العقيدة ظالم كبير، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاتركوا بدمهم فتركوا لأصحاب السعير، إن الذين يسعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فانسوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يعزف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسدا، فستعلمون كيف النذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النذير، أولم يروا إلى طير خلقهم صافات ويبدبن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل هو الذي درأكم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، صدق الله العظيم.